احنا كل اسبوع ده مصيبه تانية. احنا كل اسبوع بنطلع نحذر حضراتكم من الالعاب الالكترونيه صح؟ ساعات ناس تقول لك انتم مملين مش لاقيين حاجه تانية تتكلموا فيها. طب احنا بنحذر، طب نعمل ايه؟ نسكت؟ ندفن راسنا في التراب؟ طيب زي ما قلت لحضراتكم احنا كل اسبوع بنطلع نقول لحضراتكم خلي بالكم من الالعاب الالكترونيه. تعالوا اقول لكم اللي حصل بقى في اسكندريه. الالعاب الالكترونيه اللي بتساهم في زياده العنف ما بين الاطفال والمراهقين، العاب عنيفه بتخلي الولاد يضروا نفسهم واللي حواليهم. محدش يريح دماغه تاني. لكل الامهات واوصيكم ونفسي واولياء الامور، ما ريحش دماغي ان ابني او بنتي مرمي قدام الجهاز ده، ما هو مريح دماغي انا مرتاحه. العيال بقى بتلعب فانا تعالوا الحوادث البشعه اللي احنا بنسمع عنها اللي هي مرتبطه بضحايا الالعاب الالكترونيه. اسكندريه حصل فيها شيء بشع. اكتشفوا جثه مدرسه عندها 59 سنه مقتوله في شقتها. السبب كان ايه؟ مين المسؤول؟ مين الجاني عن الجريمه دي؟ اكيد لما تيجوا تبصوا لملابسات الجريمه واللي مرتبطه بالجيم هتدور على طفل مراهق. طالما بنتكلم على الجرائم المرتبطه بالالعاب، امن الاسكندريه والام يعني طبعا بتحقيق بالجريمه ووصل الجاني، الجاني او القاتل طالب في اولى ثانوي عنده 16 سنه. قتل مدرسته ليه؟ كان بيلعب لعبه من الالعاب الالكترونيه العنيفه، وفي تحقيق قال ان اللعبه دي خلت عنده احساس انه عايز يجرب اللعبه ويقتل زي ما هو بيلعب بجد. فقرر وهو رايح الدرس في بيت المدرسه انه ياخد معاه سكينتين زي اللعبه بالظبط. المدرسه فتحت الباب ودخلته بمنتهى الثقه ومنتهى الامان عشان ياخد الحصه بتاعته اللي هو بياخدها كل اسبوع في البيت. المره دي دخل الطالب وطلب منها كوبايه شاي. دورت وشها من هنا، راح مطلع السكاكين زي اللعبه بالظبط. وفضل يضرب فيها لحد ما قابلت رب كريم. طبعا طلع يجري من الشقه وساب شنطه المدرسه والجاكيت بتاعه والجزمه وكل شيء. الغريب بقى اللي لازم نقف قدامه هنا هو تاثير، مش عايزه اقول الكلام اللي مستهلك اللي مقرر يا جماعه، تاثير نوعيه الالعاب دي على نفسيات الاطفال. الولد ده قال ان هو قتلها يوم عيد ميلاده. يعني انا مش عارفه ايه الرابط بين الاحتفال بعيد ميلاده وبين انه يقتل مدرسته. وهل اللعبة دي من الألعاب اللي بتدي أوامر؟ يعني زي ما كنا بنشوف مثلا لعبة الحوت الأزرق، اللعبة اللي احنا كنا بنتكلم عنها باب جي اللي خلت اتنين اتخانقوا مع بعض عشان واحد خلى فقتلوا بعض في الحقيقة، اللي بتسبب في حالات انتحار كتير في مصر وفي دول تانية، واحنا نسيب ولادنا ضحايا للنوع ده من الألعاب. وانا مش هكل ولا مل ان انا تاري برجع اقول ما عندناش تحرك واحد إيجابي نعمل بيه منتجات بديلة لولادنا. طول ما احنا مستنيين نكسب والله هنكسب. يعني الناس اللي بتدور على المكسب والإنتاج هتكسبوا، هتكسبوا فلوس كتير لو ابتديتوا نواة حقيقية لإنتاج أعمال إلكترونية، ألعاب إلكترونية زي ما الرئيس كان بيقول، وزي ما مثلا بنشوف أنجيلا ميركل راحت تدعم لعب في ألمانيا. كل الحاجات دي هتكسبكم، بس نعمل احنا شغل بديل يبقى فيه مراقبه كمان في البيت. ما احنا هنعمل عايزين نعمل حاجتين، نخلق البديل في مصر ونرجع الحاجات اللي بتمس الطفل واللي بيهتم بيها، وكمان نتابع مع اولادنا اللي بيجي من بره. ما احنا مش هنقفل عليهم الدايره. الولاد في العاب كتير خليتهم يجربوا يقتلوا نفسهم او يأذوا نفسهم او يجرحوا نفسهم، لكن كمان دلوقتي في العاب بتخليهم يجربوا يقتلوا المحاطين بيهم. مش جاي بقول لكم مش هكل ولا همل من الكلام عن نفس الموضوع. احنا سايبين ولادنا قدام ايه؟ قدام وباء الكتروني بيسيب الولاد. طيب احنا مش واخدين بالنا، او قدام الكرتون المرحله الاصغر شوية. الكرتون الغير هادف الموجه،
تاني هرجع اقول الغير هادف الموجه. هل ولادنا عندهم بديل؟ الاجابه لا.